فين أم العروسة؟ مش معروفة؟ أم العروسة فين؟ طب إذا سمحتي بليز تعالي، بس عايز أقول لك أشير إلى أشياء معايا. دي أخت العروسة؟ على فكرة يا فندم يعني أدي أم العروسة، تسليفة كبيرة ليها. اللي ما يعرفش عزة، عزة أول ناس كتير أوي ما كانتش تعرف إن فيفي عندها عزة، كانوا فاكرين إن بنتها الوحيدة هي هنان. عزة بقى إيه، أول ما دخلت الورد جيل من يمكن كذا سنة كده، هي صغيرة بس هي اسمها ما شاء الله طالع بأمها، يعني الله أكبر. أول عيد ميلاد اتعمل لها قالوا فيفي روح نعمل لها غنوة، فكانت وقتها بقى ما بتتكلمش إلا فرنساوي. ف أيوة نسيته دلوقتي. فقلت لها يعني عملنا تورته وبعدين نقول هابي بيرثدي، فعسى قالت إيه؟ فرير جاك فرير جاك، فاكرة دي؟ أما أم العروسة فبالنسبة لي أنا ليا معاها أكثر من ذكرى حلوة وجميلة. أحب بس قدام كل البلد أقول إن حصل من تقريبا 20 سنة في بداياتي، كنت في لبنان بعمل فيلم في دور صغير. لا 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 إيه؟ لا صلح بقى. بلاش 20 يعني؟ من 10 سنين. المهم أنا عايز أقول إيه؟ لا 15 لأن كان لبنان مضروبة أياميها. قبل ما تضرب